خطاب العيد، تأييد الثنائي وتخوين الحياد. رئيس الكتائب في البقاع الغربي. لجان الأهل، الأقساط بالليرة والدفع بالتشيك. ماريوبول آخر مقاومة. مساء الخير. في الفطر السني دعا مفتي الجمهورية الجماعة إلى الاقتراع وعدم مقاطعة الانتخابات، مخالفاً قرار رئيس تيار المستقبل. وفي الفطر الشيعي نداء مباشر من المفتي أحمد قبلان لتأييد لوائح الثنائي وحلفائه، خدمة للحزب المستفيد الأول من خطاب التحفيز الانتخابي. المفتي دريان يفتي بالمشاركة لإحداث التوازن ومنع حزب الله من قدم شرعية النواب السنة والأكل من صحن المستقبل وتكبير دائرة نواب اللقاء التشاوري. والمفتي قبلان يصدر تكليفا شرعيا بانتخاب حزب الله ومحوره في خطبة تشبه الوجه الشرعي لخطاب حزب الله. أما حياد البطريرك الراعي والتطبيع العربي والنفط الأسود وسفارة عوكر فنالت نصيبها من خطاب العيد. إذن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا في رسالة الفطر إلى الخروج من الواقع المزري والمؤلم الذي يقتضي من جميع اللبنانيين توحيد الرؤية السياسية والاقتصادية لمستقبل لبنان وعدم تضيع الوقت بالاتهامات المتبادلة والاهتمام بالمصالح الخاصة. إن الذين يقومون بهذا اللون من الممارسات ويعززون الشعور الطائفي ويزرعون الحقد والعصبية بين المواطنين لا يمتلكون الحس الوطني وينطلقون من مبادئ عنصرية يتماهون بها مع العنصرية الصهيونية الغرائزية الحيوانية ويتطلعون لتحقيق إسرائيليات مشابهة لها في المنطقة العربية، فهم أخطر على لبنان من العدو الإسرائيلي اللقيط الذي لا صلة له بالمبادئ والأخلاق والدين، فيما ينتمي اللبنانيون إلى قيم حضارية وأخلاقية رسالية تشكل حاجة إنسانية ملحة في هذه المرحلة المصيرية الخطيرة من وجودها. صوت صح. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان جدد في خطبة العيد حملته على السفارة الأمريكية واعتبرها رأس حربة في الإفلاس ولعبة الدولار السياسي، داعيا إلى تطهير السلطة وإدارات الدولة من النفوذ الأمريكي، وعلى هذا الأساس ستخاض الانتخابات النيابية بحسب قبلان. وقال في هذا الإطار الاستحقاق الانتخابي فريضة دينية والتردد ممنوع بل حرام والورقة البيضاء حرام، ومن يعتزل المعركة الانتخابية يعتزل أكبر فرائض الله، معتبرا أن الحياد جريمة كبرى. وإذ حمل قبلان على النفط الأسود أيد الائتلاف الوطني الذي يتشكل من الثنائي الوطني وباقي شركائها. يمر علينا عيد الفطر هذا العام ونحن نعيش أعتى معركة داخلية وخارجية، لأن من يريد رأس لبنان قد وظف كل إمكاناته للقضاء على هذا البلد العزيز من خلال أدوات الفتك السياسي والمالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، فنهب ودائع ناسه وأفلس الدولة وشلى قدرتها وصادر قرارها السياسي النفطي وأغرق البلد بالجريمة والفوضى والعتمة والبطالة والتضخم والبؤس، فضلاً عن التحكم بالأسواق وقطاع الدواء والاستشفاء والإعلام والمال.
شدد رئيس الكتائب سامي الجميل في خلال لقاء في إقليم البقاع الغربي رشية الكتائبي بحضور أعضاء لائحة نحو التغيير على ضرورة حماية البلد والتوحد حول قضية واحدة هي لبنان 10452، لبنان الحضاري الذي يؤمن بالإنسان والمواطن الكريم والحر، داعيا إلى التصويت لمن لم ولن يساوم على مصلحة الشعب، وإلى محاسبة الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان إلى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الورقة التي نضعها في الصندوق سندفع ثمنها على مدى 4 سنوات. إيه، قطعنا بأيام صعبة بلبنان، قطعنا بحرب مدمرة، انقسموا اللبنانيين وقتلوا بعضهم لأنه ما عرفنا نبني دولة. لو كان عنا دولة قوية مأمنة المساواة وجيش قوي مانع الغريب بأنه يفوت على أرضنا ويفوت بيناتنا ويخلق الشرخ بيناتنا، ما كنا صار، ما كنا وصلنا للي وصلنا له. في قرار كلنا سوا بدنا ناخده كمواطنين لبنانيين، بدنا نضلنا عايشين بالانقسام، بدنا نضلنا عايشين بهيدي الحواجز يلي هي موجودة بعقول كل مواطن لبناني، أو بدنا نكسر هيدي الحواجز وبدنا ننظر لبعضنا بطريقة مختلفة، وبدنا نتطلع لبعضنا كلبنانيين عم بيجربوا يعملوا كل شيء كرمال تيردونا قبائل. هل رح نقبل نرجع قبائل أو بدنا نكون شعب لبناني موحد؟ هيدا هو السؤال يلي بدنا نجاوب عليه ب 15 أيار. هل نحن قبائل بيلعبوا فينا بيشدوا العصبيات تب الآخر يجمعوا شوية نواب ويقعدوا على طاولة المحاصصة ويعملوا مصالحهم ويعملوا أموال ويبيعوا سيادة الدولة، أو نحن بدنا نقلوا نحن شعب لبناني حر موجودين هون تنحسبكم وما رح نقبل تفرقونا عن بعضنا؟ تظهير مشروع حزب الكتائب السياسي ولائحة صرخة وطن حمل الرئيس أمين الجميل ومرشح الحزب في كسروان سليم الصايغ ومرشحي اللائحة في جبيل نوفل نوفل ونجوى باسيل وأمير المقداد إلى تفقد بلدات جرد جبيل من أرطبة إلى المجدل والعقورة مرورا بالمغيري وينوح والغابات وأهمز ونمزريب. وكان تأكيد خلال اللقاءات الشعبية ومع الفعاليات الروحية والبلدية والاختيارية على ولادة لبنان الجديد الذي سيشبه أبناء جبة المنيطرة وقيمهم وأخلاقهم. أكد المرشح عن المقعد الماروني في دائرة المتن على لائحة متن التغيير الياس حنكش أن المعركة الانتخابية في المتن قوية، داعيا الجميع إلى التصويت يوم 15 أيار. وعن انتخابات المغتربين أشار حنكش في حديث لبرنامج نقطع السطر من صوت لبنان إلى أن المفارقة في الانتخابات هذا العام هو الإقبال الكثيف على التسجيل في بلدان الاغتراب، وتوقع تشكيل جبهة برلمانية معارضة تضم والتغييرية. تحالفنا مع ناس بيقدروا يكون عندهم حظوظ جدية لا يعملوا المعركة، وهيدا المهم. المهم انه مش هيك عم بقول نهار الانتخابات هو محطة واحدة. نعم. شو بدنا نعمل ب 16 شهر؟ 16 نعم. شهر راح نتكتل كل هالقوى التغييرية اللي عم بتواجه حزب الله وعم تواجه منظومة الفساد، تقدر تتكتل بتكتل على امل انه هيدا التكتل يكون الاكبر حجما بالبرلمان، وعم بحكي كتائب وحلفاء وقوى تغييرية أخرى. وردا على السؤال حول موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قال: بالاستحقاق الرئاسي كنا كتير واضحين وقلنا للرئيس فرنجية بموضوعين بيشبهوا بعض هو الرئيس عون، بالتالي اتنينتهم لقلنا ما فينا ننتخبهم. موضوع العلاقة استراتيجية مع حزب الله والعلاقة استراتيجية والتحالف مع سوريا.
وكان حنكش قد التقى الجالية اللبنانية في مدينة ليون الفرنسية شارحا مشروع حزب الكتائب اللبنانية. وشدد حنكش على أن الخطوة الأولى على طريق تحقيق أي إصلاح هي استعادة سيادة لبنان التي استولى عليها حزب الله بعد التسوية الرئاسية التي أعطته عبر قانون الانتخاب الأكثرية في مجلس النواب، وسمحت له بإيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية، فبات يصادر القرارات ويمسك بالمؤسسات ويعطلها متى استدعت الحاجة، إضافة إلى استعمال البلد كمنصة لمهاجمة أصدقاء لبنان التاريخيين متسببا بعزله. وكانت محطة في كنيسة سيدة لبنان في ليون، حيث التقى عددا من اللبنانيين واستمع منهم إلى المشاكل والصعوبات التي يواجهونها لمساعدة عائلاتهم في لبنان. صوت صحوة اليوم في دائرة بعلبك الهرمل. في بعلبك الهرمل أكثر من لائحة، بالرغم من أن لائحة الثنائي الشيعي وحليفيهما التيار والقومي أو لائحة الأمل والوفاء تتصدر المشهد. حزب الله فخر الأمة، فخر العالم، إذا كان في عالم هي بتعرف شو يعني حزب الله. إلا أن كل الشارع ليس مواليا للثنائي. إيه أكيد بدنا ننتخب اللي بيطوعنا ضميرنا عليه، منظومة القديمة أكيد لا. لائحة بناء الدولة التي تدعمها القوات اللبنانية شهدت نزوحا شيعيا عنها، في وقت الصوت السني مجهول المصير بعد قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي والطلب من مناصريه الامتناع عن المشاركة ترشيحا واقتراعا. وتشهد الدائرة أيضا لائحة للمعارضة تضم وجوها أكاديمية وتغييرية. غرد النائب السابق مصطفى علوش عبر حسابه على تويتر وكتب: للمتحدثين عن سقف المصروف الانتخابي، ألا تدخل المرافقة العسكرية في هذا المصروف؟ ولمن يسعى لإحداث فتنة في كل زيارة يدخلها عنوة، ألا يقع تحت سقف القانون؟ على الأقل القانون الأخلاقي. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هيئة الإشراف على الانتخابات دورها وقدرتها على المحاسبة واتخاذ القرارات قبل أيام على الانتخابات. التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع مجد نعيد. مع دخول البلاد سباق الانتخابات النيابية، ترصد جمعيات ومؤسسات تجاوزات عدة وانتقادات لهيئة الإشراف على الانتخابات بعدم قدرتها على المحاسبة واتخاذ القرارات. فماذا يقول الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر عبر صوت لبنان عن دور الهيئة؟ هيئة الإشراف على الانتخابات هيئة كتير مهمة، إذا كان قدرت تنفذ اللي عطينا إياه كصلاحيات بموجب القانون، إنه اليوم صفينا بوضع اسمع تفرح جرب تحزن، عطينا صلاحيات مش قادرة تمارس هالصلاحيات على الأرض. أكيد دايما لما بيكون عم تعطي للواحد صلاحيات بدك تعطيه الوسائل اللي بتمكنه من انه ينفذ صلاحياته. هيئة الإشراف على الانتخابات عطينا صلاحيات بس مش عطينا الإمكانية انه تطلع لا على النفقات الانتخابية ولا على قضايا تزوير بالانتخابات، يعني مربط عطينا من تاني ميل، عطينا صلاحيات والصلاحيات منا قادرة تنفذها على الأرض. وعن مطالبة البعض بإدارة مستقلة للانتخابات، الإدارة المستقلة للانتخابات الحلو فيها أنه ما عندها تبعية لحدا، وبالتالي العبرة فيها لما بتحط النصوص تبع الإدارة المستقلة للانتخابات بتحطيها النصوص وبتعطيها صلاحيات على الأرض إنه تقدر تمنع تزوير الرشوة، تقدر تمنع كل شيء غير قانوني ومتعلق بالانتخابات، من التلفزيون، من الإعلام المرئي والمسموع، لا كتير أشياء غيرها. إنه تعطيهم لهالهيئة هاي أول شيء ما تكون تابعة لحدا، مستقلة استقلال تام، وتاني شيء بدك تسوقري إنه اللي عم تعطيها إياه كصلاحيات قادرة بحد تتنفذها دون العودة إلى حدا. قبل أيام من الانتخابات انتقادات بعدم قدرة الهيئة على القيام بدورها الحقيقي. مجدلين عيد، صوت لبنان. صوت صح.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل جائزة سمير كساب في اليوم العالمي للصحة. أهلا بكم من جديد. بعد مضي 10 أيام على وقوع حادثة غرق الزورق مقابل شاطئ طرابلس، لا يزال عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني يستكملون عمليات البحث عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق، وينفذون مسحا بحريا وبريا شاملا انطلاقا من رأس بيروت إلى العبدة. وقد انقسم العناصر إلى مجموعات لتسير دوريات مراقبة للتأكد من وجود أي دليل قد يسمى في العثور على المفقودين. مزيد من الأخبار المحلية المتفرقة في هذا الشريط. شدد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل على عدم جواز تحديد الأقساط المدرسية، ودعا إلى وضع البطاقة التربوية بجزء منها بأي عملة أجنبية موضع التنفيذ، وتمنى على المدارس الخاصة قبول سداد الأهل أقساط أولادهم بموجب تشيك أو بالتحويل المصرفي أو بالبطاقة المصرفية، وعدم حسم أي مبلغ في حال سداد الأقساط بهذه الطرق. ثمن وزير الصناعة جورج بوشكيان قرار العراق إعادة السماح باستيراد مواد غذائية كان قد فرض الحظر عليها، واعتبر أن هذا القرار يفتح الأسواق العراقية مجدداً أمام المنتجات اللبنانية ذات الصلة والقادرة على المنافسة مع مثيلات لها من مصادر أخرى. تصدر اسم الفنان وليد توفيق قائمة الهاشتاجز الأكثر تداولاً على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية بعدما كشف عن حجم ثروته التي وصلت إلى أكثر من 20 مليون دولار أمريكي في المصارف اللبنانية، وهي ودائع مع وقف التنفيذ كسائر ودائع اللبنانيين. لمن يهمه الأمر من أصحاب الخطوط الخلوية المميزة، بإمكانكم استعادة خطوطكم التي تم قطعها لعدم تسديد المستحقات المتوجبة خلال المدة المسموح بها شرط تسديدها قبل نهاية هذا الشهر، ويستفيد من قرار وزير الاتصالات أصحاب خطوط ألفا الذين تقدموا بطلب لاستعادتها بين 6/12/2021 و14/4/2022 وشرط عدم وجود شوائب قانونية على خطوطهم. لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أطلق وزير الأعلام زياد مكيري جائزة سمير كساب للتصوير والإعلام، وذلك لإبقاء قضية المصور الصحفي لدى قناة سكاي نيوز عربية الذي خطف في ريف حلب سوريا في دائرة الضوء. وفي المناسبة نفذت وزارة الإعلام بإشراف الوزير مكيري وبالتعاون مع تلفزيون لبنان فيديو مصورا يعيد أحياء قضية كساب المخطوف في سوريا مع زميلين له منذ 15 تشرين الأول 2013. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أين لبنان من هذه الحرية؟ تنص المادة 13 من الدستور اللبناني على حرية الرأي والتعبير، ولكن ماذا عن التطبيق وماذا عن حرية الصحفيين والصحفيات؟ بالرجوع إلى الزمن، لم يشهد لبنان إلا قتل وخطف واعتقال الصحفيين بدءاً من الاحتلال العثماني مروراً بالحرب الأهلية ثم الوصاية السورية وصولاً إلى يومنا هذا. فبدلاً من الحرية والاستقلالية التي يتغنى بها لبنان، نرى الخطابات الطائفية والديكتاتورية والأجهزة الاستخباراتية. رئيس نقابة محرري الصحافة جوزيف القصيفي تحدث عن التضييق الأعلامي للصحفيين. الصحافي بتمر بأزمات كثيرة، أزمة اقتصادية وأزمة حياتية، بتعاني من المؤسسات وبيعانوا من زملائنا الصحفيين. عم نحاول بكل ما لدينا من إمكانات متواضعة لحد منا، ولكن حقيقة وطأة شديدة. أما بالنسبة للحرية، طبعا نحن عم نكافح وعم نناضل كصحفيين جميعا للاحتفاظ بهامش واسع من الحرية، لا يخلو الأمر من مضايقات ومن ملاحقات
قضائية نحن نتصدى لها ونؤكد في كل يوم أنه الصحافي لا يمس إلا أمام محكمة المطبوعات، حتى نحن نسعى إلى من خلال القوانين إلى صيغة أخرى غير محكمة المطبوعات. على قدر تطور وسائل الإعلام وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني، على قدر بروز وسائل القمع والقرصنة. في هذا السياق تحدث مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت جورج عواد عن شعار اليونسكو لهذا العام، الصحافة تحت الحصار الرقمي. طرحت اليونسكو هالعنوان لحتى تكون عم تضوي على الأساليب اللي عم تصير، اللي عم تعتمد ضد الصحفيين، من تجسس، من برامج اللي عم تفوت على تفاصيل حياتهم ومعلوماتهم اليومية، هواتفهم، أجهزة الحاسوب تبعهم، وكل خطوة عم يقوموا فيها. صحيح عم نحتفي باليوم العالمي لتحرير الصحافة اليوم، ولكن اليونسكو من خلال برامج الاتصال والمعلومات تبعولها هي هالشي هيدا بشكل يومي عم بيصير. عم نتعاون مع كل المؤسسات لحتى نقدر نكون من جهة على الصعيد الصحفيين والصحفيات عم نبني قدرات كيف ممكن يكونوا عم يحموا أنفسهم على كافة الأصعدة الرقمية والنفسية والجسدية، مع المؤسسات الدولة عم نكون عم نتواصل معهم لحتى يكون في ضوابط معينة على مشاركة هالمعلومات. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، السلطة الرابعة تمارس عليها الضغوطات والاعتداءات من السلطات الأولى والثانية والثالثة، وربما تنقصها سلطة خامسة تنظف وتنقي وتحدد مهام باقي السلطات. راني عبيد، صوت لبنان. نتابع النشرة بعد الفصل. وفيها: ماكرون يتصل ببوتين لساعتين، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان توقف المفاوضات النووية في فيينا، مؤكدا أنها مستمرة عبر تبادل رسائل مكتوبة مع الأمريكيين من خلال الوسيط الأوروبي بهدف رفع العقوبات المفروضة. وقال عبداللهيان في تصريحات مع قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، رفع العقوبات في جميع القطاعات وأخذ الضمانات الاقتصادية من أهم النقاط على جدول أعمالنا التفاوضية. أعتقد أن الطرف الأمريكي أدرك جيدا خطوط إيران الحمراء ونحن مستمرون في المباحثات. حصيلة الاتصال بين بوتين وماكرون وماريوبول آخر جيب للمقاومة. أعلنت الإليزي انتهاء المحادثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي استمرت نحو ساعتين. في المقابل أشار الكرملين إلى أن بوتين أبلغ ماكرون بانفتاح روسيا على الحوار مع أوكرانيا رغم عدم استعداد كييف للتفاوض. كما أشار بوتين إلى تجاهل دول الاتحاد الأوروبي لجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا. في هذا الوقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بمساعدة عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني تشمل رادارات وطائرات مسيرة. وأكد جونسون أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة والتمويل حتى تحصينها، بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتها مرة أخرى. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قائمة تضم إجراءات اقتصادية انتقامية رداً على العقوبات الغربية بحق بلاده. في المقابل يستعد الاتحاد الأوروبي لبحث عقوبات جديدة ضد موسكو بعدما أعلنت ألمانيا موافقتها على حظر النفط الروسي. ميدانياً أعلنت الأمم المتحدة عن سقوط 100 مدني كان قد تم إجلاؤهم بنجاح من مصنع أزوفستال في ماريوبول بعدما تم اقتحامه من قبل الجيش الروسي، وهو آخر ملجأ للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول. وزارة الدفاع الروسية أشارت بدورها إلى أن وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونتسك بدأت تدمر بواسطة المدفعية والطائرات مواقع إطلاق النار للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع. أخيراً البابا فرانسيس وفي مقابلة نشرت اليوم طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلقى رداً بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من السوريين الموجودين في تركيا. وأضاف إردوغان في رسالة مصورة بعثها إلى حفل تسليم المنازل في إدلب أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الأمنة التي وفرتها لهم تركيا منذ انطلاق عمليتها في سوريا عام 2016. والآن إلى تقرير الرياضة مع رومن طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية بكرة السلة الأمريكية، حيث فاز فينيكس سانز على دالاس مافريكس 121-114 بالمباراة الأولى من الدور نصف نهائي للدور الغربي، وبمباراة أخرى فاز ميامي هيت على فيلادلفيا 76رز بنتيجة 106-92. وضمن الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني ليغا تعادل نادي كارديف 0-0 مع فريق ريال بيتيس. وضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج فاز فريق مانشستر يونايتد 3-0 أمام ضيفه برينتفورد. إلى ذلك كشفت صحيفة أس الإسبانية أنه سعر لاعب فريق موناكو الفرنسي الدولي أوريليان تشواميني بفترة الانتقالات القادمة راح يبلغ نحو 70 مليون جنيه استرليني، وأنه مانشستر يونايتد الأقرب لضمه. وإلى نشرة الأحوال الجوية. جو اليوم رح يكون غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 18 و25 درجة. رياح شمالية شرقية بسرعة بتتراوح من 15 ل30 كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 53%. الجو بكرة رح يكون مشمس والحرارة بين 17 و22 درجة. الخميس رح نشهد انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتسجل 21 أقصاها و17 أدناها مع رياح نشطة مصحوبة بزخات من المطر. الجمعة الحرارة رح تكون مستقرة على 21 أقصاها و16 أدناها ولكن مصحوبة بعواصف رعدية. السبت الجو رح يكون صافي بأغلب الأحيان ودرجات الحرارة رح تكون 21 أقصاها و18 أدناها. النشر انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.